هنخش على أزمة محمد أبو جابر النهارده. اتفضل. البداية طلع الأستاذ أحمد طه السابع قال إنه محمد أبو جبل خرج من جروب اللاعبين، الجروب ده تسعة تعمل بين اللعيبة والجهاز الفني والإداري بحيث يعرفوا منه مواعيد التدريب، مواعيد الأجازة أو الأجازات الراحات، التجمع إمتى، الساعة كام كده، يعني كل المواعيد اللي بتتحط من خلال الجروب ده. تمام. هو بالفعل محمد أبو جبل طلع من الجروب. بس انا اقول لحضرتك ان محمد ابو جبل كان، انا قلت لك حتى لما قلت معاك التشكيله يا استاذ عبد الناصر، قلت لك ان محمد ابو جبل مش هي دي الوقت اللي هيخرج منه من تشكيله الزمالك. فكرتون ادى كل اللعيبه فرصه ثانيه، وقلت لك العنصر الوحيد اللي هيدخل على تشكيله الزمالك هو مصطفى فتحي. تمام. لكن الحدث ان كاترون هنقول ان هي حركه صياعه كرويه شويه، حب يبين العين الحمراء لبعض نجوم الفريق. هو قال انه فتره التوقف الدوري دي كفايه قوي، ان هم كده ايه، ما انا خلاص تحملت المسؤوليه بالكلام، لكن هو حملهم المسؤوليه بالفعل ان هو ما حطهمش في التشكيل لما لعب ماتش الاسماعيلي. كان فعلا غضبان على خمس لعيبه هم اللي تم استبعادهم من الفريق في ماتش الاسماعيلي. فبس فمحمد ابو جبل اتضايق من الطريقه، لانه كان واخد وعد من كابتن انه يستمر وياخد فرصه ثانيه انه يكمل في حراسه مرمى الزمالك، فلما لقى نفسه بره التشكيل اتضايق جدا. بس محمد ابو جبل ما بينش ده، جت بعد كده موضوع ان هو خرج من الجروب دوت، قال انا المدير الاداريين يبلغوني بميعاد المران وانا هطلع من الجروب، وطلع من الجروب فعلا. بس في الوقت ده كان لجنه الكابتن حسين لبيب كانوا معاهم، مع محمد ابو جبل ومصطفى فتحي وطارق حامد للتجديد، يعني الثلاثه النهارده المفروض كانوا في النادي بيجددوا على فكره، وفي ناس قالت ان هم جددوا بعد كده، بعد ما اجتمع بالثلاثي. محمد ابو جبل طلع للموقع الرسمي في نادي الزمالك وقال تصريحات انه ده اللي حصل ده مش صحيح، انا مستمر مع نادي الزمالك، وانا اتمنى، بص اخر سطر قاله في كلامه ان هو اتمنى انه يجدد في نادي الزمالك. هو بالفعل جدد محمد ابو جبل عشان تبقى عارف. طيب بصوا يا جماعه، ده رقم محمد ابو جبل بس ناقص عشان حفاظا على السريه، دي لحظه خروجه من الجروب اهو. الرقم ده غادر، الرقم هذا الرقم غادر، بس احنا ماسحين اخر ثلاث ارقام حفاظا على سريه الرقم وعدم انتشاره اهو. غادر اهو، بس عشان الحاجات دي مش هتتوه غير معانا. اتفضل يا علي. هقول لك مفاجاه يا استاذ عبد الناصر، انه التجديد للثلاثي بالاضافه للرزاق 3 واخر كلام في موضوع اشرف بن شرقي هيتم الاعلان عنه امتى؟ تخيل معايا كده اليوم يا استاذ عبد الناصر. تخيل معايا اليوم، يعني حط يوم كده في دماغك هيطلع فيه الاعلان عن التجديد للثلاثي ومعاهم اشرف بن شرقي لو جدد. ده لو جدد يعني. اخر يوم قبل اليوم، انا بقول لك اقترح عليا اليوم، انا بقول لك فيه اصل في حاجه حصلت في اليوم اللي هيختاروا فيه التجديد. 22/11. لا التجديد هيتم الاعلان عنه يوم 27 نوفمبر. يعني 27 اللي هو اول يوم، يبقى عشان خاطر انتخابات ولا حاجه غير الانتخابات؟ لا، عشان هو ده يوم الذكرى السنويه لهزيمه الزمالك من الاهلي في النهائي الافريقي. فهو انت، انا مش عايز الجماهير تتاخد في حته انه ده يبقى احتفال سنوي. ده موازي لايه بالظبط؟ انه النادي الاهلي اعلن عن الصفقات وقت احتفال الزمالك بالدوري، فمكان الاحتفال ملوش قيمه قوي، يعني كان ما كانش واخد زخم. بس خلي بالك ده كلام جماهير مش مقنع. اقول لك ليه؟ اسمعني بس، ما اشرف بن شرقي مشى، جمهور الاهلي هيحفل يوم 27 بالقضيه وان اشرف بن شرقي مشى؟ كلام مش مقنع الكلام ده. والله يا فندم ده اللي انا سمعته، انه التجديد هيتم، الاعلان عن التجديد للثلاثي هيتم يوم 27 نوفمبر. تزعلش من صراحتي، الاهلي لما يعمل حاجه بجمهوره تطغوا على اي حاجه، لما الزمالك عايز يعمل حاجه قصاد جمهور الاهلي كانها ابره في البحر. وانا هنا مش بنقول لك رايي ده صح ولا غلط، بس انا بقول لحضرتك المعلومه اللي عندي، الاعلان عن التجديد. انا فاهم بص في معايير قوى. معايير قوى، يعني دلوقتي انا قصاد القطر، لو القطر اتحرك انا لازم ابعد، ولو انا جيت توازيت مع القطر، يعني انا مش حطيت نفسي قدام القطر هموت، لا، يعني القطر ماشي وانا بالعربيه قصاده،
لو انا قررت سبق القطر مستحيل، لان طريقه سالك، عدد عربياته كتير، عنده امكانيات رهيبه. لكن لو انا وحدي يظهر ان انا قوي، فيوم 27 لو اتعمل ده على كان ما يخليش الاهل يحتفل بالقضية ممكن على كلامك وتفسيرك لن يكون مؤثر، لان الاهل لو احتفل سيطغوا على اي حد في الوجود. ولكن ممكن يعمل حاجة يشغل الزملكاوية بنفسهم، بس برضه حتى لو عمل ده عايزك الواو والضجة بتاعت كثافة الاهلي لما بيعمل حاجة هو وجماهيره بتكون اقوى من اي حاجة بيعملها الزمالك في ذات التوقيت. ده تفسيري مش ردا عليك، تفسيري قصاد تفسيرك. وانا بقول لحضرتك المعلومه اللي وصلت لي برضو من تجديد، التجديد هيتم الاعلان عنه يوم 27 نوفمبر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تصلب وتعمل حته توازن اشرف بن شرقي، وده مش هيتم. طيب لو 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 الكابتن حسين لبيب طلع من خلال تصريح مثلا، او طلع من خلال لقاء تلفزيوني يوم 27 واعلن موقف اشرف بن شرقي، مش هتكون حده الاحتفال قليله شويه، او الزمالك هيبقوا مشغولين، الزمالكاويه هيبقوا مشغولين شويه بكلام رئيس اللجنه؟ وايه صفته يوم 27؟ صفته ايه يوم 27؟ انا بقول لحضرتك لو الزمالك، انا مش اقول لو هتبقى بالنسبه لجماهير الزمالك احتفاليه تخليهم لا يهتموا بالاخر. لكن مش هتطغى الامر نفسي شويه، بس انا المعلومه اللي عندي انه الاعلان على التجديد هيبقى يوم 27. ماشي، وده تحليلي. الفريق بكره هيواصل تدريباته، هيدخل بكره من بكره معسكر مغلق مباراه البنك الاهلي. الماتش هيكون يوم الاثنين الساعه 8 مساء على استاد القاهره. النهارده الكارتيرون اعلن القائمه، ضمت كل اللعيبه تقريبا باستثناء اشرف بن شرقي. معايا استاذ عبد الناصر؟ معاك يا حبيبي. بكره اشرف بن شرقي هو بيقول ان هو مصاب، بس القرار ان هو بيريحه، بيحاول اشرف بن شرقي مستواه اخر 5 6 ماتشات مش هو اشرف بن شرقي. فكارتيرون راى يعني على فكره مفيش اصابه ولا حاجه، اشرف بن شرقي مصاب تعالى يلعب عليها، على فكره يلعب جدا مفيش اي مشاكل، بس هو قرار ان هو بيريحه شويه او بيديله فرصه كده ياخد نفسه، انه مش انت اشرف راجع نفسك شويه، حتى لو هترحل اخر الموسم العب معايا لاخر الموسم مش مشكله. ده كارتيرون وجهه نظر كارتيرونيه، لكن اشرف مش مصاب على فكره. تمام، بس ده كان ابرز ما كان لدينا النهارده في نادي الزمالك. علوة يا محترم، أشكرك شكرا جزيلا. العفو يا فندم، تحت أمرك.